أتاح واجه رجال الحماية المدنية وسكان قرى ومداشر بلدية الأخضرية بمقاطعة البويرة النيران المشتعلة أملا في إنقاذ الثروة الحيوانية وأشجار الزيتون والمنازل بعد النجاح في إخلائها من ساكنيها. ليلة صعبة قضوها بين ألسنة اللهب والدخان، خصوصا في ظل هبوب رياح قوية. هذا النار جتنا من الجبل، من هيها أبيبري 20 كيلومتر جيب بالعقل، والريح ساعدها باش لحقتنا لهنايا. حنا فتنا صوفينا لي فامي تاوعنا للمدينة، واسمو ما تقدرش باسكو تريزيستي تكون جاي عندنا الزيتون حنا هنايا. والله غير من البارح وهي شعل النار، هاي لك صوتي من صوتي من هي شعلت الدنيا كاع. واش باش تضحك؟ حنا بسيتي الناس ما لحقناش، لي بومبي ما لحقتش، والطيارات راك شوفي عمرهم من بعيد ويجوا. وتسببت النيران المشتعلة في 16 مقاطعة في مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات في حصيلة رسمية مؤقتة، ما استدعى تجند الجميع لمساعدة المتضررين وتخفيف الأعباء عنهم. منذ اندلاع الحرائق في ولاية بويرة وولاية بجاية وولاية جيجل كان متطوع الهلال الأحمر الجزائري في عين المكان، كذلك قمنا بإنشاء خلية أزمة في المقر الوطني حيث وقفنا على الاحتياجات المستعجلة بصفتنا هيئة إغاثية إنسانية بالدرجة الأولى. قمنا بشحن جميع المساعدات التي ستصل تباعا إلى كل الولايات المتضررة. مصالح الحماية المدنية تسخر 8000 رجل إطفاء مدعومين بالطائرات والمروحيات، فيما فتحت النيابة العمومية محليا تحقيقات أولية لمعرفة الأسباب والتي قد تتحول إلى قطب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في حال ثبوت الطابع الإجرامي في إشعال هذه النيران. تواصل فرق الإطفاء عمليات إخماد الحرائق مدعومة بقوات الجيش والأهالي، مع تفعيل نظام اليقظة لتفادي عودة اشتعال النيران بفعل الرياح القوية، وسط دعوات من السلطات المحلية للأهالي بإخلاء منازلهم تحسبا لأي طارئ. محمد برغل الحرة من مقاطعة البويرة شرقي الجزائر.